مشاهدينا الأفاضل، نحييكم في حلقة خاصة من برنامجكم أهل مصر. في هذه الحلقة نتابع معكم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل منع انتشار فيروس كورونا، كما نرصد كيف تعامل أهل مصر مع هذه الإجراءات وإلى أي مدى كانت استجابتهم. وفي الحلقة أيضاً نرصد عدداً من المبادرات الشخصية التي تهدف إلى المشاركة في حصار الفيروس والوقاية من مخاطره. تابعونا في هذه الحلقة من برنامجكم أهل مصر. القاهرة، المدينة التي تعد واحدة من أكثر مدن العالم ازدحاماً وصخباً، لكنها لم تعد كذلك منذ أن ألقيت عليها وعلى غيرها من المدن المصرية ظلال الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتتبدل أحوال البلاد والعباد، ويعيش أهل مصر في ظل ظروف استثنائية ليس من المعلوم حتى الآن متى ستنتهي. طويلة هي قائمة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ومختلف مؤسسات الدولة لمواجهة الفيروس والعمل على منع اتساع رقعة الإصابة به. فحركة الطيران متوقفة حتى نهاية مارس الجاري، والمدارس والجامعات والنوادي ومراكز الشباب أغلقت أبوابها، وكذلك الحال مع المسارح ودور العرض السينمائي، حتى قاعة الأفراح والمآتم ودور العبادة من المساجد والكنائس، كل هذا مغلق بقرارات غير قابلة للنقاش. أما المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق وأماكن الترفيه فتغلق أبوابها مع دقات الساعة 7 مساء. إنها مصر في زمن الكورونا. قرارات جامدة جدا وحاسمة جدا، وناقصة حاجات كتير. ناقصة إيه بقى؟ ناقصة إن الناس تنفذ. الناس مستهترة لحد دلوقتي، الناس مش فاهمة هي بتعمل إيه. الناس عايزة تنزل في الشارع وتجري وتعمل أفراح ومفيش في دماغها حاجة يعني. ولو واحد اتصاب يقعدوا يعيطوا يقول لك الحكومة ما عملتش، والحكومة ما ادتناش تنفس صناعي، الحكومة ما عندهاش علاجات، الكلام ده كله. والله أنا شايف إن هم يعني أخذوا كل الإجراءات اللازمة، وخصوصا يعني موضوع منع التجمعات. بس يا ريت الموضوع ده يبقى على طول، يعني طول ما الوباء موجود، وإن شاء الله يعني الصيف داخل ومجرد ما الحرارة هتعلى إن شاء الله المرض ده مش هيكون موجود. إجراءات كويسة، بس كانت المفروض الإجراءات دي من بدري، يعني من ساعة ما الفيروس ظهر مفكت الإجراءات دي تبقى من بدري. الإجراءات كويسة وممتازة، وعشان طبعا خايف على مصر والأهالي اللي فيها، وربنا يرفع عنا البلاء ويشفي الناس كلها وربنا يجيبها خير إن شاء الله. الإجراءات سليمة وتمام وكل حاجة، بس المشكلة الإجراءات اللي خدتها الحكومة إحنا ما بننفذهاش. حضرتك الغلط من عندنا. دي أحلى إجراءات عملتها الدولة، فالناس دي بتحافظ علينا، فاحنا كمان لازم نحافظ معاهم ونقف جنبيهم ونساعدهم. اما التزم باي حاجه بتقولها لي الحكومه ليه؟ لان الحكومه صادقه، فانا كمان لازم اكون صادق زي الحكومه. اما اقفل 7 يبقى اقفل 7، ما تتجولش، لكن انت زي ما انت شايف الناس واخدها تهريج، وده ما هيأثر. ما لو النهارده نام 20,000 ولا 30,000 ولا 40,000 واحد، ما هو عبء على الدوله.
تبدو حالة رضاء أهل مصر عن تلك الإجراءات في أعلى مستوياتها، فالثقة في الدولة ومؤسساتها تتزايد يوما بعد يوم. لكن الأمر لا يخلو كذلك من منغصات معيشية تتعالى بها الأصوات مطالبة بتقديم الدعم اللازم للطبقات الفقيرة وعمال اليومية الذين تأثرت دخولهم بإجراءات الحظر الجزئي. طبعا في مشاكل اجتماعية بتترتب على الموضوع دوت كبيرة، يعني احنا اغلبيتنا كصناعية بنقعد نشتغل باكتر من 12 ساعة لان مصاريف الاعباء الاجتماعية والاولاد والكلام ده، فده هيأثر، اكيد هيأثر كتير. بالاضافة ان الناس دلوقتي ابتدت ما تنزلش، خايفة تتعامل مع الناس، بيبعتوا واحد بيأجلوا حاجات، شغل الترزي طبعا انت عارف مهنة تعتبر انقرضت، ففي مهن كتير هتتضرر خاصة الناس اللي بتعتمد على يوم بيوم، ودي محتاجة الدولة تقف مع الناس دي اكيد. يعني انا باجي من الساعة 7-8 ما بليش حد في الشارع، اعمل ايه؟ فبروح بيتي. طب انا عندي بيت وعندي اولاد، فهي المراعاه بس، عمليه الوقت بس، لان اغلب الشغل الساعه 7 خلاص هتروح فين. انما كان ممكن الساعه 9 مثلا ممكن يبقى في العمليه ملمومه شويه، الحد كويس بس مع مراعاه جميع الجوانب. هو الحظر اللي شغال ده حلو مش وحش، بس برضو الناس اليوميات متاثره. مفيش مشكله عندنا في القفل، بس المشكله مش في كده، المشكله ان في عماله كويس، العماله ديت رزقها يومي كويس. انا كان عندي 3 عمال، العمال دلوقتي مش شغاله معايا كويس، فبالتالي هياكلوا ويشربوا ازاي؟ دي مشكله احنا عايزين لها نشوف لها حل بالنسبه للناس الغلابه دي. انا مش ضد القرار، انا مع الحكومه، بس العماله ما فيش عماله زي ما حضرتك شايف، ما فيش شغل، ما فيش حرام فيه. يعني انا عندي عمال انا بطلتهم، اجيب لهم منين 3-4 ساعات اللي بنفتحهم في اليوم؟ ومفيش شغل، مفيش. انا شايفها في صالح الناس، في صالح الناس اللي معاها فلوس، لكن مش في صالح الناس التعبانه اللي زينا، لان احنا ناس ممكن بنشتغل مثلا من الساعه 7 لغايه الساعه 2 او الساعه 1 بالليل، الوقت مفيش شغل، هنصرف منين؟ الناس اللي معاها فلوس ممكن تقعد في البيت عادي مفيش مشكله، لكن احنا ناس ارزاقيه على الله، يومياتنا هي اللي ممشانا، ماشيه بيتي، ماشيه عائلتي، ماشيه اسرتي، هو ده الحوار بالظبط. وللتغلب على تلك المصاعب أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل كل المضارين من تلك الإجراءات، فضلا عن اتخاذ عدة قرارات اقتصادية لدعم القطاعات المتضررة من إجراءات الحماية والوقاية، وذلك تنفيذا لقرار رئاسي بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة. وإضافة إلى ذلك، فقد تم تخصيص حساب بنكي لتلقي التبرعات على صندوق تحيا مصر لصالح المضارين. فإحنا عاملين الحملة دي عشان خاطركم، أنا إن شاء الله هتكفل ب400 أسرة، وأي أفكار هتطلع جديدة هتجمعنا مع بعض إن شاء الله هكون معاكم فيها. هذا إلى جانب عدة مبادرات إنسانية دشنتها منظمات مجتمع مدني مع عدد من المشاهير والشخصيات العامة لكفالة الأسر المتضررة. إنهم أهل مصر في زمن الكورونا. يا جماعة لازم نلتزم بتعليمات وزارة الصحة وبتعليمات المسؤولين، احنا طبعا في موقف صعب جدا، ربنا يعدي على خير إن شاء الله. إن شاء الله الواحد بيحاول يعمل خير وتكفل إن شاء الله ب25 أسرة في خلال الأيام اللي جاية دي إن شاء الله تعالى. ورغم ما ظهر من جدعنة أهل مصر أثناء هذه الأزمة، إلا أن هناك قطاعات سعت لاستغلالها ورفع أسعار بعض السلع لتحقيق مكاسب مادية، أو حجبها لبعض السلع لإعادة بيعها بأثمان باهظة. فكان الرد سريعا، ليس من خلال إجراءات الرقابة على الأسواق وحسب، ولكن أيضا عبر إتاحة منافذ للبيع تابعة للدولة. السلع متوفرة واحنا بننزل دايما بنلاقي كل حاجة احنا عايزينها، بس للأسف في أول لما حصل المشكلة وأول ما عرفنا ان في مشكلة من موضوع الكورونا والكلام ده كله، حصل هستيريا غريبة من الناس ان هي تنزل تشتري وتفضي الدنيا كلها من كل السلع، واحنا نعمل زي كأننا هنعمل بيت شتوي في البيت. لا يا جماعة الوضع مش كده،
احنا مش فاهمين الموضوع صح. معلش هو موضوع جديد برضو علينا شويه، احنا لسه ما عندناش الوعي الكافي يعني مش لمين كل حاجه بخصوص الموضوع ده. اتمنى ان شاء الله ان الوضع يتحسن والناس فعلا تلتزم بكل الاجراءات الصحيه والوقائيه اللي المفروض الدوله مقدماها وبتعلن عنها في كل الوسائل الاعلاميه والكلام ده كله، وربنا ييسرها ان شاء الله وتعدي على خير. هي اول ما الازمه حصلت الناس فعلا نزلت هجوم جدا، وانا نزلت اشتري حاجات، في حاجات كتير جدا كانت ناقصه، واكتر حاجه كانت ناقصه الكلور والحاجات المنظفات. كل ما اسال عليها يقول لي لا بكره مش موجوده، الناس نزلت هجوم اخذت كل حاجه حتى الجبن. ففي حاجات كتير الايام اللي فاتت كانت ناقصه، دلوقتي الحاجات ابتدت ترجع تاني متوفره يعني عادي يعني، بس الاسعار غليت شويه. كانت في اشاعات طلعت ان الموضوع يخش في حظر تجوال، فالناس برضو يعني قله الوعي والثقافه بتاعتها انها بتوفر حاجتها، لكن الحمد لله الناس ابتدت تعي ان الموضوع مش هيوصل للمرحله دي، والدنيا الحمد لله مستقره لحد ما يعني. تمشيا مع السياسه العامه للدوله حاليا والوضع اللي فيه البلد من ناحية انتشار فيروس كورونا في العالم كله، خدنا توجيهات من القيادة السياسية ومن معالي وزير الزراعة ورئيس قطاع الإنتاج بأن احنا لازم نوفر أماكن في كل المحافظات، واحنا حاليا واقفين في منطقة دهشور، المنفذ التابع لوزارة الزراعة في منطقة دهشور، وزي ما انت شايف حضرتك كل السلع الغذائية متوفرة ولله الحمد، وعندنا 63 منفذ بنفس النظام متوفرين في كافة محافظات الجمهورية كلها. أنا بقول للناس إن هم يعني ما يلاقوش ولا يحاولوا يخزنوا كميات كبيرة من المواد الغذائية، لأن ده بيدي تشجيع كبير جدا للتجار الجشعين إن هم يبيعوا بأسعار عالية، وأنا بطمنهم إن وزارة الزراعة بتضخ كميات كبيرة ومضاعفة في الأيام ديت علشان تطمن الناس إن كل السلع الغذائية متوفرة وفي أي وقت هم عايزينها. وفي هذا السياق تلاقت جهود ضبط الأسواق بجهود التعقيم والوقاية من انتشار الفيروس. في المجزر الآلي الذي يعد الأكبر في مصر تتجلى تلك الجهود. المجزر بيصبح فيه يوميا آلاف الرؤوس، بتردد عليه آلاف المواطنين، فيوميا ما قبل الأوبئة احنا بنطهر وبنغسل المجزر بعد كل يوم عمل، لكن في وجود وباء زي وباء الكورونا التطهير والتنظيف بيكون مكثف أكتر شوية، بنستخدم مطهرات أمانة تماما، بيكون التطهير بشكل مكثف جدا، وبنرش جميع الصالات والعنابر والكارانتين اللي هي الحجر اللي بيبات فيها الحيوانات لليوم التالي استعدادا للذبح. بنستخدم الكلوريفاندم 2% أو الرباع كلوريد الأمونيوم أو اليود، كلها مطهرات أمانة، حتى الكلور بيطهر بماء الشرب، يعني هو مطهر آمن، وحتى لو لامس الحيوانات أو اللحوم مبقاش في أي ضرر منه فينا. العمليات دي بتتم بشكل خفيف يوميا وبشكل مكثف مرة واحدة أسبوعيا. الفيروس داخل الإنسان بيبقى قوي جدا وقاتل، لأنه خارج الإنسان بيبقى ضعيف جدا، حرارة الشمس كافية أو أنها تقتله، المطهرات الخفيفة تقتله، الماء والصابون بيقتله، يعني مجرد ما الإنسان بيغسل إيده بالماء والصابون ده كافي جدا أنه يقتل الفيروس. أنه هو يرش الأسطح والأدوات اللي بشغل بها بالكلور دي كافية جدا لقتل الفيروس، فده من لطف ربنا هو فيروس ضعيف خارج جسم الإنسان. والله الإجراءات كويسة، يعني الحكومة بتتخذ إجراءات لحماية الشعب، يعني هنا في بالنسبة للمجزر هنا في إحنا في المجزر هيقفلوا المجزر بكرة عشان يرشوا المجزر كله، يعني مديني المجزر أجازة، ما فيش حد يقرب من المجزر عشان إحنا هنرش المجزر نعقمه، دي حماية لينا إحنا، حماية للأهالي وحماية للعمال اللي شغالة في المجزر. حاجة كويسة مش وحشة وتمام، والناس دي بتعمل الصح كده، بس الناس تحافظ على نفسها شوية وانتوا برضو بتحافظوا، ولازم يعني يجرى كده، هو ده أحسن، يعني هما بينظفوا بيعزلوا الناس عشان خاطر ينظفوا، وده أحسن للناس وحماية، يعني هما بيأمنوا على الناس برضو على حسب إمكانياتك، تنزل تشوف عملك ومن عملك لبيتك وما تروحش في حتة عشان خاطر تحافظ على نفسك. إنها ماكينة العمل التي لا تتوقف عن الدوران من أجل حماية أهل مصر وتوفير ما يحتاجونه من سلع خلال تلك المرحلة. فالمخابز والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل تعمل بعد الساعة السابعة مساء.
كويس ان هم سابوا الافران، لان في ناس برضو بتحتاج عيش بالليل وبتنزل تاخد حاجتها بالليل، بترجع من شغلها متاخر اخر النهار لازم تلاقي حاجتها بالليل موجوده، وده قرار كويس برضو يعني. واحنا برضو شغالين بالليل ما عندناش اي مشكله، صحيح الناس بتروح بدري في الشغل اللي هو كان موجود الاول، بس الحمد لله برضو بنسهر وبنشتغل وبنعمل اللي علينا وبعدين شغال الحمد لله. دي محنه للبلد، واحنا لازم نبقى كلنا في ظهر بعضينا ولازم نسمع حفاظا علينا، وفتره وهتعدي. ندعم البلد وجار البلد في كل حاجه، طالما بلدنا شايفه الصح احنا معاها في الصح، وهنسهر بالليل زياده عن طاقتنا عشان الناس ما تحتاجش لاي حاجه وتحس بالامان وكل حاجه موجوده. وفي فقرتنا هذه من أهل مصر يسعدنا أن نستضيف وزير الدولة لشؤون الإعلام في مصر السيد أسامة هيكل. سيادة الوزير أهلا بك في أهل مصر. أهلا بك أستاذ سمير. إزاي سيادة الوزير؟ مع كل أزمة تظهر صلابة المجتمعات وأيضا تظهر قدرة الدول على التعاون مع هذه الأزمات. فيما يتعلق بأزمة كورونا كان هناك بعض الانتقادات الموجهة لطريقة تعامل الدولة مع هذه الأزمة. تقديرك أنت كمسؤول في الدولة المصرية لكيفية تعامل الدولة مع تبعات أزمة كورونا وتداعياتها؟ احنا بنتعامل معها كأزمة، والأزمة دي بدأت من حوالي 3 أسابيع وشوية، ما كانش عندنا حالات إصابة، بدأت تظهر عندنا حالات إصابة في النصف الثاني من فبراير، كانت لشخص سيدة أمريكية من أصل تايلاندي، ما كناش نعرف طبعا الحالة بتاعتها، جت نزلت في فندق في مصر الجديدة، وبعد كده راحت على الأقصر، ركبت مركب سياحي وبعدين راحت على الغردقة وخرجت من الغردقة. ابتدينا بعد كده نكتشف إصابات في الأماكن اللي هي زارتها دي، وتبين هي كانت مصابة بهذا المرض، لم تظهر عليها أعراض، إنما المهم إن هي لوحدها نقلت العدوى ل 56 شخص ما بين مصريين واجانب. بعدها ابتدى التعامل معانا من الازمه. احنا كنا حاطين من البدايه خالص قبل ما يظهر اي اصابه بالمرض 3 سيناريوهات. السيناريو الاول ان يبقى فيه اصابات لحد اقل من 100 اصابه، ودي بنتعامل معاها بالاجراءات الاحترازيه العاديه، وبعدين نبتدي بعد كده في السيناريو الثاني اللي هو احنا فيه دلوقتي، اللي هو ظهرت اكتر من 100 اصابه، بنستمر فيه لا قدر الله لحد الإصابة بالرقم 1000، بعدها بيبتدي السيناريو الأعنف والأصعب. السيناريو الثاني اللي احنا فيه عندنا فيه إجراءات محددة سلفا. الإجراءات المحددة سلفا دي اللي هي كان منها إغلاق المدارس، ومنها إغلاق الطيران، ومنها موضوع اللي هو بيتقال عليه يعني قفل المحلات مبكرا، انما هو امر افضل شويه من فكره الحظر اللي احنا ممكن نوصل لها لو وصلنا للسيناريو الثالث. وجدنا ان احنا نعمل هذه الاجراءات بالتتابع عشان المجتمع المصري يبتدي يستشعر خطوره الموقف اولا باول، ودي صعبه جدا على المجتمع المصري اللي حضرتك عارفه ان هو بيسهر للساعات الاولى من الصباح، وهو شعب اجتماعي جدا. الاجتماعيات دي الحقيقة ضد فكرة الإجراءات الاحترازية المفروض تاخدها للوقاية من هذا المرض، فابتدى الناس تستوعب هذا الأمر. الثقافات في مصر مختلفة، وبالتالي في ناس بتستجيب وناس بتتحايل وناس ما بتستجيبش، إنما مجرد أنك أنت بتعلن يوميا وبشفافية مطلقة عن أرقام الإصابات وأرقام الوفيات للمصريين والأجانب على السواء. طيب خلينا نقف هنا. أيضا دور العبادة، الجامع الأزهر، مساجد مصر أيضا أغلقت لمدة أسبوعين. تقديرك كيف ترى تعامل المجتمع المصري مع هذه الإجراءات الاحترازية؟ وهل ثمت دعوات للمواطنين المصريين بأهمية الالتزام بصرامة بهذه الإجراءات والالتزام بها؟ بس احنا ما عندناش حل تالي، يعني هو لازم هتقفل وهتصل للإغلاق. احنا الهدف من كل الإجراءات دي هو منع التجمعات. التجمعات هي الناقل الأساسي لهذا الفيروس.
وبالتالي احنا 100 مليون لو انتقل وعدى رقم، انا بقول لحضرتك 1000، لو عدى الرقم 1000 هنخش في السيناريو الأصعب اللي هو هتعمل بقى فيه إغلاق مناطق وحظر تجول. وبعد كده احنا على فكرة يعني هذا المرض أخطر عدو فيه هو فكرة الاستهتار، فلازم تحافظ على أنه المواطن دايما يكون حاسس بالخطورة. فالأسبوع اللي فات ابتدى يظهر نموذج مختلف للمواطن المصري، يعني ابتدى فكرة السلامات بالإيد تقل، حتى البعض كان بيستشعر فيها حركة. احنا حتى في مجلس الوزراء رئيس الوزراء نفسه بيخش في الاجتماع كان بيسلم بالايد، اجتماع مجلس الوزراء الماضي بيخش يسلم بتحية بالرأس كده يعني. وبالتالي اصبح في المجتمع حتى بره لما بنقعد مع حد او نتكلم معاه بقى السلام اشبه بال يعني بالسلام الياباني كده، ان هو تضم ايديك وتتعامل معاه بهذا الشكل. ده المتغيرات اللي حدثت في المجتمع. الاستجابة يوم الخميس رغم ان قرار اغلاق المحل يوم نهايه الاسبوع الخميس في نهايه الاسبوع وده يوم الناس بتخرج فيه، انما كان في استجابه عاليه جدا. لازم طبعا في بعض الخروقات دي ما نقدرش نقول، لان كل مجتمع فيه كده وفيه كده. فانتشر الفيديو الشهير اللي كان موجود ان هو الناس اللي بتخش على القهوه وبتاع. الازمات اللي من النوع ده يا استاذ سمير الحكومه بتتخذ فيها الاجراءات بحده وبعنف، بس لا يمكن تنجح 100% بدون ان المواطن يستشعر المسؤوليه فيه. وبالتالي احنا اداره الازمه بتاعتنا بتعتمد على فكره التوعيه المستمره، وانك تضع المواطن على طول في الصوره من تطور هذا المرض. طيب سياده الوزير، في هذا السياق كان هناك كثير من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع وبعض القنوات الاخباريه ايضا التي كانت تمرر اخبار بشان حجم المرض في مصر واعداد المصابين به. كيف تتعامل الدولة المصرية مع هذه الشائعات؟ وأيضا الأمر ليس مجرد حظر أو إبلاغ أو ملاحقة، لكن لابد أن تكون هناك ذهنية للتعاون مع الإعلام توقف هذه الشائعات عبر بث الحقائق أولا بأول. هل الدولة وإعلامها يعني يظنوا أنهم قادرين على درء هذه الشائعات عبر آلية تدفق إخباري سريعة؟ خلينا نتكلم بصراحة يا أستاذ سمير، حضرتك صحفي وأنا صحفي في المقام الأول. حرية الرأي والتعبير مكفولة، رأي وتعبير، قول رأيك في أي مشكلة كما تشاء، إنما لما تيجي تقول خبر أو معلومة لازم يكون لك مصدر ومصدر موثوق، مش كده؟ وما بتيجي في حالة الأزمة الأمر بيحتاج توثيق أكبر. لما يجي لك جورنان بريطاني وآخر أمريكي يكلموا في يوم واحد على انه المصابين في مصر بالفيروس كورونا دول 19,130 واحد، ده كده خبر مش كده؟ صحيح، معلومه يعني خلاص واضحه ومؤكده وكل حاجه. ولا انت بتقول مش 19 في حدود مثلا، لا انت قلت 19,130، ده انت عارفهم بالاسم يعني. فانا طلعت كصحفي في المقام الاول مش كوزير اعلام للدوله دي، فقلت يا جماعة احنا دولة احنا مهتمين جدا على فكرة بالمواطن بتاعنا، يعني حتى توصيات الرئيس لينا انه ما تستهتموش بالموضوع بتاع الازمة الاقتصادية اللي تترتب عليها، المهم صحة المواطن. فبناء عليه احنا بنعلن يوميا ارقام بتتطابق تمام الانطباق مع منظمة الصحة العالمية. خلاص طيب انت جبت منين الرقم؟ فانا طلبت على الهواء مباشرة انه يا اخواننا بتوع الجرائد المحترمة دي احنا بعد اذنكم يا تقولوا لنا المصدر عشان نستوثق منه من الأسماء والعناوين، أو ادونا أسماء وعناوين الناس دي عشان نقدر نعالجهم. احنا ما غلطناش في حاجة في هذا الموضوع، احنا بنطلب منك ده. انما النظام اللي هما بيعملوه ايه، انه بيثير لك أزمة وتطلع تنفي. انا ما بنفيش، انا مش هنفي حاجة انت قلتها، لانه البينة على من ادعى. حضرتك قلت الرقم ده وانا بقول لك انا بستوثق منك من الرقم، لو سمحت قول لي مصدرك او قول لي أسماء وعناوين الناس عشان نعالجهم. طبعا لا بيردوا ولا هيردوا ولا عندهم معلومة مؤكدة ولا أي حاجة. وبالتالي هو الغرض إحداث نوع من الشوشرة. هل الوقت ده في أزمة إنسانية تمس العالم كله ده وقت إحداث شوشرة واللعب السياسي اللي مش يعني مش تمام ده؟ فبالتالي استدعينا المندوبين بتوعهم هنا، فابتدينا نتعامل معاها انه احنا سحبنا ترخيص الاخ بتاع الجدل وبعتنا ردود لهذه الجرايد المفروض انها تنشرها في العدد التالي لها. النوايا ما كانتش طيبه،
إذا لم ينشروا هذه الردود يعني سنضطر إن احنا نصعد أكتر، لأنه بهذا الشكل بقى مدام أنت وجودك في الدولة مش بتخلي أنك أنت بتاخد المعلومة الدقيقة، فأنت مدام هتنشر معلومات مش دقيقة انشرها من أي مكان. إنما يعني الموضوع ليس له علاقة بحرية رأي وتعبير، إنما له علاقة بفكرة أنك تستوثق المعلومة الدقيقة، وأنا مش هقبل إطلاقا أنه يكون في نوع من هذا العبث في الدولة المصرية، لأنه في النهاية أنا عندي مصدر جوه الدولة افرض أنك مش واثق فيه، إنما في مصدر آخر على مستوى العالم اسمه منظمة الصحة العالمية، الرقم اللي هنا هو الرقم اللي هنا. فأنا بقول لحضرتك أنه إحنا عملنا في هذه المرحلة يعتمد على المصداقية والشفافية. لو المجتمع حس ان احنا بنضحك عليه مش هيستجيب لدعواتك. طيب احنا عملنا استطلاع سريع كده في مجموعة يعني صغيرة من المواطنين المصريين من مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية، ومعدلات الثقة فيما تنشره الدولة في هذه الأزمة وما سبقها في أزمة السيول ارتفعت. ألا يعطيكم ذلك مؤشرا على أن استمرار الشفافية وتدفق الإخباري النزيه والسريع من قبل الدولة يقطع الطريق على مرويج الشائعات؟ طبعا ده قناعتي أنا الشخصية. احنا ما فيش دلوقتي معلومة بنخفيها، وده اتفاق على فكرة من يوم ما تكلفت، وبعدين بعدها بأسبوعين عرضت الاستراتيجية العامة للإعلام في الدولة المصرية على السيد الرئيس، كان نقطة الاتفاق الرئيسية احنا في ظل الإعلام الجديد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده هل يمكن المنع؟ أنا سألت سيادة الرئيس هذا السؤال فقال لي لا يمكن. قلت له لا مستحيل، يبقى احنا كده متفقين على نقطة واحدة. النقطة دي كانت مربط الفرس في ان احنا بنغير السياسة الإعلامية بتاعتنا تماما، بتعتمد على الإتاحة اللي هي تمنع أو تقطع الطريق على الشائعات بشكل واضح. هتلاقي التغير ظاهر في لغة الحكومة في الأسابيع الماضية تطبيقا لهذه السياسة. في استراتيجيتنا اللي احنا بنينها في التعامل مع أزمة كورونا ان احنا قلنا في ثلاث سيناريوهات. طب ايه اللي انا بعمله دلوقتي بفكره التدفق بتاع المعلومات اللي احنا بنتكلم فيها؟ ان الناس تنتبه لخطوره الاستمرار في التصرفات الاجتماعيه العاديه اللي احنا بنعيشها. اما ان المؤشر ده بينزل فبترجع تاني للسيناريو الاول، او ان المؤشر ده بيعلى واحنا بنمط فيه كده بنطول امده، عشان لو وصلنا للمؤشر الثالث بتصعب فكرة التقصي. أنا حكيت لك على الست الأمريكية التايلندية، من ضمن المعايير اللي حطاها منظمة الصحة العالمية فكرة التقصي. خلاص، أنك أنت تعرف تطور المرض ده وانتقال العدوى بيتم منين. إذا عديت الألف فأنت بتفقد السيطرة، مش هتعرف، مش هتقدر صحيح أنك أنت تتتبع، ولا عندك أجهزة تقدر تتتبع كل هذا الأمر، لأنه إحنا بقينا 100 مليون. لما هي ست لوحدها يعني نقلت العدوى ل 56، طب تخيل لما عندك 1000 يعني طول العدوى الكام. وبالتالي هنا بقى بنخش في سيناريو أكثر صعوبة، إنه فيه بتبتدي المستشفيات عندك ممكن تواجه أزمة، أجهزة التنفس الصناعي ممكن تواجه أزمة، العالم دلوقتي الخطوط مقطوعة بينه وبين بعضه، وبالتالي أنت ما تقدرش تستورد أجهزة أو معدات سريعا، وبالتالي بتحصل لفكرة العزل، ممكن تعزل المحافظات، ممكن تستخدم المدارس في إنها تقوي الناس، ممكن يعني الأمر بيخرج عن فكرة السيطرة. طب سيادة الوزير في هذا الخصوص الدولة اتخذت إجراءات لتعقيم المنشآت، الجامعات، دور المؤسسات الدولة، المحاكم إلى آخره. خطة الحكومة في هذا السياق، وأيضا سؤال ملحق بذلك، الحديث عن أماكن الاحتجاز والسجون هل يتم أيضا التعامل معها بذات القدر من الأهمية والانتباه؟ بنفس الطريقة، لأنه حتى الخارجين على القانون اللي هم داخل السجون دول مواطنين، وبالتالي لازم تتعامل معاهم بنفس المنطق الإنساني. احنا قلت لك دي أزمة لما نوصفها اسمها أزمة إنسانية. كنت بتكلم مع السيد وزير الداخلية بعد ما حصل الكلام ده في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، كان يوم الخميس اللي فات، فقال لي احنا بدأنا من النهاردة بنعقم السجون، وبتقول لازم يطلع الإعلام، قال لي احنا صورنا ده بالفعل. احنا مثلا في مدينة الانتاج الاعلامي مثلا ده قطاع الاعلاميين كلهم بيتجمعوا فيه، فبنعمل عمليات تطهير. احنا من اوائل المؤسسات اللي حطت المطهرات جنب البصمة، اجهزة البصمة وخلافه، وبننشر الموضوع بشكل كبير جدا. حتى المترددين بنقيس لهم الحرارة بتاعتهم، اللي درجة حرارته عالية بندخلوش، وبالتالي احنا عاملين فكرة كده للتعامل معها. وخلال الاسبوع اللي احنا فيه ده بنتفق مع القوات المسلحة او وزارة الزراعة على انه الاسرع فيهم ان هو يخش يطهر الاستوديوهات وخلافه في الفترات بتاعه الليل اللي هي الاستوديوهات فيها بتشتغلش بشكل كامل.
يبقى احنا بنعمل فكره التطهير بشكل سريع جدا. كل مؤسسات الدوله بتلجأ لهذا الامر. الاجازه الاسبوعين بتاعه المدارس بنعمل فيها تطهير للمدارس، القوات المسلحه بدات تطهير مدارس وتطهير جامعات، واذا لم يتحسن الوضع خلال الاسبوع اللي احنا فيه قد نلجا، لسه ما خدناش القرار، قد نلجا لانه نمد الامر لمده اخرى. تمام. معالي الوزير، البعض كان يتحدث عن وجود مصل مصري للكورونا، ولكن الحكومه لم تعلق لا بالنفي ولا بالاثبات ولا بالحديث عن الموضوع. لانه كلام، ما انا قلت لك بقى عايزين عشان نتكلم صح. في نوع من الصحافه جديد كده طلع ان انا ارمي بلايا عليك. يعني اقول لك المعلومه وانت تبقى تنفي. لا، احنا هنشتغل وفق القواعد الاساسيه. اللي هيقول معلومه لازم يبقى عنده مصدر ومتحقق منه، ده في الداخل او في الخارج. مش ده الاصل في الصحافه ولا انا بقول انا عايز حاجه تنفي؟ طبعا الاعلام الجديد ادى فرصه للمنهج الجديد ده، بس ده غلط جمله وتفصيل. حضرتك احنا هنطلع مصل ازاي اذا كان عدد المصابين عندنا اقل؟ ده الدول الكبيره اللي كان عندها بالالاف لم تتمكن حتى هذه اللحظه من انتاج مصل. وبالتالي انا مش بقول لك ان احنا يعني ما احنا ممكن ده كلام بيتقال كده في المناسبات، انما احنا واقعيين جدا. اذا حصل يبقى الحكومه اللي هتعلن. اذا ما حصلش، وهو ما حصلش لحد اللحظه دي، في طبعا مراكز ابحاث بتشتغل بس مش في مصر، في العالم كله. صحيح. وبالتالي اللي هيوصل الاول ربنا يكرمه ينقذ البشريه من هذا الفيروس اللعين. استاذ اسامه هيكل، وزير الدوله لشؤون الاعلام المصري، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مع اهل مصر. شكرا يا فندم. أما أنتم مشاهدينا، فهذه نهاية فقرتنا في أهل مصر، نلقاكم بعد الفاصل وفقرة أخرى من برنامجكم أهل مصر. الدنيا فيها حاجات هنقابل كتير، حكايات هنفرح هنتألم قصاد الدنيا، بنسلم تسيب جوانا علامات علامات. بظلالها الكثيفة ألقت أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر بظلالها على كل مناحي الحياة. البعض اختار أن يعزل نفسه اجتماعيا في منزله وألا يستقبل أحد ولا يخرج من منزله إلا للضرورة. كابتن أحمد إبراهيم، عضو الجهاز الفني للناشئين في مصر للتنس، هو من أولئك الذين اختاروا ألا يستقبلوا أحدا في منزلهم، فالتقيناه في الشارع المواجه لمنزله. كابتن أحمد، نصائحك للشباب الذين كانوا يمارسون الرياضة ثم اضطروا لتوقيف نشاطهم بعد هذه الإجراءات الاحترازية الأخيرة؟ ما يوقفوش رياضة، لازم يمارسوا رياضة حتى لو في البيت. الرياضة هي يعني بتساعد المناعة، واحنا في يعني في عرض اي حاجه تساعدنا ان مناعنا تبقى قويه. محدش يوقف رياضه ابدا طبعا. طيب كيف يمارسون الرياضه في ظل توقف الانديه؟ لياقه بدنيه، ممكن يجري، اضعف الايمان يمشي. يعني لازم يبقى في وقت للرياضه زي ما كان بيعمل في التمرين. لو هو يقدر يتمرن في البيت، عنده الامكانيات، جنينه، مكان واسع او حاجه، يقدر يعمل كده يعمل كده، يا ريت. بس فتنس يعني. طيب كابتن احمد، في ظل توقف الانشطه الرياضيه، هل استثمرتم هذا التوقف باجراءات تعقيم وقايه حمايه داخل الانديه والصالات؟ انا برضو عضو جهاز فني في وادي دجله. النادي مقفول من بابه من اول ما السيد رئيس الوزراء اعلن القرار، وتعقيمات من الصبح لغايه بالليل. الناس شايفه شغلها كويس جدا على خطى الحكومه، يعني ما شاء الله. برضو انا متفاجئ من بلدي فيها الحاجات بيحصل فيها كده، وبتقابل الـ 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 الكوارث الطبيعيه او الكوارث اللي حاصله دي كارثه كبيره طبعا، بالمهنيه دي بالحرفيه دي. طيب كابتن احمد، كان لديك ايضا مبادره شخصيه لدعم ومساعده كبار السن، كلمنا عنها وازاي جاتك الفكره، وهل في استجابه بعد ما طلعت واطلقت انت مبادرتك؟ الموضوع جالي، بس انا امي ست كبيره، واللي سمعناه ان المرض تاثيره اكبر على كبار السن، فانا طبعا كنت حريص ان انا اخليها بعيده عن الاحتكاك، انها ما تنزلش، اي طلب ليها انا انزل اجيبه لها واعقم نفسي وانا داخل لها. ففكرت في ان كبار السن اللي ليهم اولاد، عندهم اولاد مسافرين، ما عندهمش حد يعمل اللي انا عملته مع امي،
دول هيعملوا ايه؟ دول اكثر عرضه لانهم اكيد هيحتاجوا طلبات وهينزلوا. فعملت بوست على الفيسبوك ان لو في اي حد من مصريين اهله هم هو مسافر واهله موجودين يعني كبار سن موجودين في مصر في القاهره يكلموني, وديتهم وكتبت رقمي في على البوست علشان انا اقدر اساعدهم زي ما بساعد امي واحميهم من الفيروس يعني. يعني جدعنة اهل مصر ظهرت في الازمه دي. جدعنة جدعنة. يا عمري بيجري على مهل نصيبك كل تستهلو مهما علمك زاد جهلو تتعود مع الأوقات. كثيرون أولئك الذين فرضوا على أنفسهم عزلا اجتماعيا, من بين هؤلاء أسرة السيد أحمد صبري التي التقيناها في هذا الحوار عبر الانترنت. استاذ احمد اهلا بيك في اهل مصر. اهلا بيك يا فندم, ازي حضرتك؟ استاذ احمد انت من امتى بدات على نفسك عزل انت واسرتك وعدد افراد الاسره؟ من يوم الخميس اللي فات اخر النهار, وعدد افراد اسرتي 5 افراد, انا وزوجتي وثلاث اولاد. ربنا يبارك يا رب. طيب استاذ احمد انتوا ازاي بتقضي حاجاتكم؟ حد بينزل يشتري لكم اللي انتوا عايزينه؟ وعاملين فتره في اليوم تنزلوا فيها تقضوا الحاجات وتشتروا حاجات؟ بالظبط, هي احنا مختارين الفتره اللي احنا عارفين ان الاسواق فيها بتكون فيها عدد او كثافه قليله, وحد واحد بس اللي بينزل يشتري الحاجات دي, وقبل ما يدخل بيها بيعمل اجراءات معينه من ناحيه يعني الحاجات الشنط والحاجات اللي معايا سواء حاجات للبيت او كده بتدخل لوحدها حجز قبل ما تخش هنا علشان ما ينتقلش عن طريق الشارع او عن طريق البياعين او الحاجات دي. بالاضافه لان الخارج بيبقى واخد احتياطاته من الكمامه من المطهرات واخدها معاه من الجوانتي الحاجات دي كلها. طيب استاذ احمد يعني انتوا كده ما بتستقبلوش بقى ولا ضيوف ولا بتودوا اهلكم ولا حد بيزوركم ولا حاجه؟ والله يا فندم انا كان عندي مناسبه, كان في فرح لحد قريبي بنت اختي, وكان في المفروض ان انا اسافر علشان احضر حاجه زي كده, بس انا نصحتهم ان ما يبقاش فيها فرح ولا في اي حاجه, وكمان ما قدرتش ان انا اروح واصريت ان انا ما روحتش حتى. في يعني هم زعلانين مني بس هو يعني الظروف هي اللي حكمت بكده. لا هو ده بيعكس حاله وعي عندك. طب انت عشان يعني تخلي الولاد والمدام يستحملوا فتره الحجر المنزلي دي يعني بتحاول تخليهم يقضوا الوقت ده ازاي؟ اكيد هم بيحاولوا ان هم يتواصلوا عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي الانترنت اليوتيوب جروبات الفيسبوك بتاعت المدرسه, ويحاولوا يعرفوا بيبعتوا لبعض زمايلهم بيبعتوا لهم اللينكات بتاعت الدروس, بيتواصلوا مع المدرسين بتوعهم عن طريق الواتساب وعن طريق الفيسبوك بحيث ان هم دايما يكونوا الدروس اللي هتفوتهم يقدروا يعني يحصلوها وما يتاخروش في المذاكره بتاعتهم. هم وزاره التعليم عملت الحاجات دي على القنوات وكمان على الاونلاين صحيح؟ والله هم مقسمين وقتهم بين المذاكره وبين اللعب, لان الموضوع مش يعني طالما ماسكين حاجه فيها انترنت فبيبقى المذاكره فيها صعبه شويه, فاحنا بنعمل كنترول عن طريق ابلكيشن كده, بيبقى ابلكيشن بيحاول ان هو يحافظ على الليمت بتاع عدد ساعات الاستخدام وايه المحتوى اللي يشوفوه. فانا عامل كل واحد اكونت على الجهاز بتاعه بحيث ان انا اقدر اسيطر شويه وانا مش موجود معاهم, حتى لو انا قاعد في اوضه ثانيه او كده يبقى قاعد بيذاكر مش هيفتح الا المذاكره بس. طب استاذ احمد يعني قبل ان يعني نودعك وانت واسرتك الطيبه, انت ناوي امتى ترفع عن نفسك وعن اسرتك هذا الحظر الاجتماعي وترجع مره ثانيه تمارس حياتك بشكل طبيعي؟ يعني مش قبل من 21 يوم, يعني انا هدي سماحيه اسبوع زياده فوق ال 14 يوم, لان برضو الموضوع نسبي ما هيش 14 يوم بالساعه. في ناس بتبقى دخلت الفتره الحرجه بتاعت ال 14 يوم, في ناس بتبقى داخله متاخر. ال 14 يوم دول حظر لينا احنا علشان نضمن ان احنا ما فيش اي حاجه اتنقلت لنا, وفي نفس الوقت نحاول نزود الفتره شويه كل على قد ما نقدر علشان نضمن ان الخارج برضو ما فيش اصابات او نسبه الاصابات هتكون اقل. طيب احمد صبري واسرتك الجميله الحسن وحمزه وفاطمه الزهراء, شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مع اهل مصر, وان شاء الله اتمنى لك الخير والشفاء والعافيه لكل افراد اسرتك.
ولتسهيل مرور أيام العزل الاجتماعي على الأسر التي التزمت به، انطلقت مجموعة من المبادرات تهدف إلى نقل الأنشطة الترفيهية من المسارح وقاعات العرض إلى الفضاء الإلكتروني. الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية يعرض جانبا من تلك الجهود. بدأنا ناخد إجراءات مرتبطة بعدم إصدار أي تراخيص خاصة بأي حفلات من أي نوع. أخذنا كمان إجراء بغلق جميع السينمات التابعة للوزارة، والحقيقة إنه دي السينمات اللي أخطر، لأنها السينمات الموجودة في وسط البلد وهي سينمات الطبقات الشعبية، يعني أصحاب دور العرض الخاصة اتأخروا شوية، بس جايز اتأخروا لأسباب اقتصادية وأسباب تعاقدية كمان، لأن هم مرتبطين بمولات. تم غلق جميع المسارح التابعة للدولة، جميع أصول الثقافة اللي في الأقاليم، يعني بشكل عام تم تجميد الأنشطة الجماهيرية. مبادرة الثقافة بين إيديك فكرة الدكتورة إيناس، هي فكرت طيب إحنا كقطاعات ثقافة كمسرح كسينما كأوبرا متوقفين، والناس الجمهورنا موجود في البيوت، ليه ما يشوفوش حاجات أصلا ممكن يكون كتير منهم ما شافهاش قبل كده؟ عندنا تراث الأوبرا عبر عقود طويلة من الزمن، عندنا تراث المسرح الكامل، تراث المسرح القومي، مسرح الطليعة، المسرح الحديث، كل التراث ده إما مسجل عندنا على شرائط وموجود في المكتبة بتاعت الأوبرا أو البيت الفني للمسرح أو قطاع الإنتاج الثقافي أو مثلا المركز القومي للسينما، الأفلام السينمائية القصيرة والتسجيلية اللي بينتجها المركز. فقررت إن هي تطلق كل هذا عشان تترفع على اليوتيوب، علشان تبقى متوفرة للناس يتابعوا كل الأنشطة القديمة وكل الفعاليات القديمة. كانت معالي الوزيرة برضو وقعت مع وزارة الاتصالات اتفاقية قبل الموضوع ده خالص، عشان طرح كل التراث الفكري والثقافي وحتى الجديد. تخيل إن كل المتاحف تبقى عندك أونلاين، تدخل تزورها أونلاين، كل بيوت الثقافة، كل الفعاليات تشوفها أونلاين أو تشوفها كمرفوعة على اليوتيوب. يعني المرحلة الجاية بقى كمان هنشوف الحاجة ممكن أحيانا لايف كمان. هي جهود مشتركة بين مؤسسات الدولة ومنظمات أهلية وفرق فنية، الكل يشارك، الكل يطالب بالبقاء في المنازل. مسار إجباري، فريق من أهم فرق الموسيقى والغناء التي ظهرت في مصر خلال العقد الأخير. تحظى أغاني وموسيقى مسار إجباري بشعبية كبيرة في مصر، خاصة في أوساط الشباب. نحن الآن البشرية جميعا في مسار إجباري لمكافحة فيروس كورونا. مسار إجباري اختار أن يشارك في مكافحة هذا الوباء بطريقته الخاصة. نحن اليوم في أهل مصر يسعدنا أن نستضيف مطرب مسار إجباري وأيضا أحد أهم العازفين في مسار إجباري، أستاذ هاني الدقاق، أهلا بك في أهل مصر. أستاذ أحمد حافظ، أهلا بك في أهل مصر. أستاذ هاني، الغناء في زمن الكورونا ربما له يعني شروط خاصة، ماذا أنتم فاعلون وما تعدون للقاء معجبيكم ومعجبي فنكم في ظل هذه الظروف؟ هي الظروف جت مرة واحدة الحقيقة، احنا ما كناش مستعدين بأي حاجة. كان عندنا كذا حفلة يعني الفترة اللي فاتت في الأسبوع اللي فات، وكان عندنا سفرية أمريكا، كان هنعمل تور كده ظريف في أمريكا، لكن كل الحاجات اتلغت طبعا عشان موضوع كورونا. وإحنا كنا مشتاقين قوي إن احنا نلعب مزيكا ونقابل جمهورنا يعني. فطلعت في دماغنا على طول إن أول ما قلنا نقعد في البيت، طلعت في دماغنا على طول إن احنا نعمل حاجة للناس توصل لهم للبيت لغاية عندهم، وغير كده تخليهم تساعدهم ان هم يقعدوا في البيت بمعنى اصح، وتساعدهم ان هم يتسلوا، لان احنا من اول يوم كده حسينا على طول ان في ايه يعني زهق، والناس عماله بتتفرج على الاخبار، فحبينا ان احنا نغير المود ده شويه بان احنا نلعب لهم يعني شويه مزيكا كده. فعملنا حفله اللي هي الاونلاين، ومنها هي دي يعني الحاجه اللي وضبناها يعني عشان خاطر جمهورنا يعني. احمد، انت جيتاريست تلعب جيتار،
بيقولوا في النصايح انه استخدام كل الاسطح المعرضه للتلوث والاصابه بالفيروس تم تنظيفها والتعاون معها. بتعمل ده مع الالات بتاعتك انت وزمايلك في مسار اجباري؟ انا بعمل كده من زمان يعني من قبل فيروس كورونا كنت بمشي بالكحول لان الواحد ما بيضمنش هو يعني الاوكرا ديت مين مساكه قبل كده. بس واضح ان ده يعني حاجه لازم كل الناس تعملها. واللي بلاحظه دلوقتي ان الناس يعني عندها وعي بصراحه بالضروريات دي كلها. وبنحاول يعني كل واحد بيحاول يقدر يعمله وربنا يسهل يعني ربنا يعافينا. انت اخترت تلتزم بالعزل الاجتماعي عشان حرصا على يعني قللت مقابلاتك لقاءاتك بالناس. صحيح صحيح يعني ما بنزلش غير يعني للاستوديو هنا وهنا ما بنسلمش على بعض. مجرد كل واحد بيمسك قالته هو يعني بيطهرها بمعرفته ويعني بناخد بالنا في الموضوع ده جدا. احنا ساكنين كمان قريب قوي من الاستوديو كلنا كل الفرقة جيران يعني كلنا. فالعزل بتاعنا ان احنا بنقابل بعض ونروح بيوتنا نقابل بعض ونروح بيوتنا فما بنقابلش يعني ناس تانيين غالبا. طيب انتوا في الحافلة اللي عملتوها اونلاين كنتوا متوقعين يبقى في تجاوب معاها لما بدات تتلعب على الهواء؟ الناس تجاوبت معاكم؟ التفاعل اللي هو يعني غايه اي فنان انه يشوف رد فعل الجمهور في نفس اللحظه جدا كنا متوقعين جدا لان هو اوريدي الحفلات جمهورنا بيتفاعل معانا جدا في الحفلات. فقلنا لو احنا عملنا لهم حفله اونلاين هيتفاعلوا معانا وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي. وبعدين احنا كنا عايزين نوصل لهم برده فكره ان هو يعني ممكن نتعزل ممكن نسمع مزيكا ممكن نعمل حاجات مفيده ممكن اللي يقرا ممكن يعني في حاجات كتيره قوي ممكن الواحد يهتم بيها اليومين دول ما كانش مهتم بيها عشان السرعه بتاعه الوقت والزمن والشغل والحاجات دي كلها. فلا كنا متوقعين طبعا الناس هتتجاوب معانا وهم تجاوبوا تجاوب لذيذ قوي بصراحه. احمد حافظ بقى لو متابعينكم والمعجبين بيكم لو حبيت وانت راجل اصلا كنت بتقول بتلتزم بالتطهير للمعدات والاسطح لو حبيت توجه كلمة للشباب اللي بيسمعوكم وبيتابعوا فنكم وإبداعكم في الظروف اللي زي كده. والله اللي أحب أقوله إن يعني مهم إن كل واحد يتابع يعني إجراءات الوقاية مهمة جدا وإجراءات برضو لو الواحد لا قدر الله جاله برد يعمل إيه يشرب حاجة سخنة ياخد فيتامين سي كتير وبالذات يعني يتابعوا من المتخصصين يعني من جهات يعني كلامها موثوق كلامها علمي ويحاولوا يعني وفعلا يتجنبوا التلامس او الاحتكاك او الواحد يقرب من حد. هاني الدقاق مطرب مسار اجباري تقديرك لتعامل الحكومه مع الازمه وكلمه توجهها للشباب اللي بيسمعوه. تقديري لتعامل الحكومه الحقيقه يعني سعيد جدا حاسين بالاحتواء جدا حاسين ان هما بيبذلوا مجهود كويس قوي عشان يحمونا يعني دي والمواضيع دي احنا كنا مشتاقين ان احنا نحسها جدا. فاتمنى ان احنا نلتزم بالعزل شويه وربنا يعدي اليومين دول على خير ان شاء الله. هاني الدقاق واحمد حافظ من مسار اجباري شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم في اهل مصر. واما انتم مشاهدينا فقبل ان نودعكم في هذه الفقره نترككم مع اغنيه من اغاني مسار إجباري ربما تكون أنسا للذين اضطروا لتنفيذ واتخاذ إجراءات العزل الاجتماعي. صباح الضحكة بتسكر ساعات الجاية من يومي صباحك عين بتختار الحلو في هدومي صباحي ضحكة بتسكر ساعاتي جاية من يومي صباحي عين بتختار لي بيزو الحلو في هدومي.